فاولا كتهضر على دو فورس كي سون با ايغال، لان بغينا ولا كرهنا الرجاء بالامكانيات البشريه ديالها وبالامكانيات الماديه ديالها ما عندها حتى علاقه بالمغرب التطواني. بمعنى بمعنى ربما الفلوس باش جايه جورو بورزوق جايه بهم المغرب التطواني كامله. هذه سياسه انا غنفسر لك، ولكن انا نكمل لك الفكر ديالي. اللعبه ديال الرجاء فرضيا احسن من ديال تطوان بزاف، بغيتي ولا كرهتي ولا بغيتي العمري، ولكن الجماعيه اللعب ديال تطوان اكبر بكثير من الرجاء. اون بليس سي عزيز كيلعب على الامكانيات ديالو، يقدر يتجوج ثلاثه الفرص بيلانتي ولا جوج بداك الامكانيات ديالو وغادي بفريق. بين قوسين لا تنسى نكمل غير الفكر ديالي. لا غنعطيك غير ملاحظه. نكمل الفكر ديال الاخر واعطيني. لا غنعطيك ملاحظه، اذا كنت تتحدث عن الرجاء البيضاوي لا باش ما تخلقناش مشاكل مع الجمهور. كاينش المشاكل اذا كنت تتحدث عن الرجاء البيضاوي. تحدث عن الرجاء البيضاوي سي فؤاد الصحابي، الرجاء بشاكلته باطاره الفني الحالي بلاعبيه نفسهم منذ بدايه الموسم، ما تحدثتش عن مرحله فراغ مر منها المغرب او الرجاء البيضاوي، مر منها ايضا المغرب التطواني. انا جايك انا جايك انا دابا السيني على السؤال الاخر. قلت لك اللي جور اللي كاين في المغرب التطواني ماشي نفس لافالور تكنيك، ماشي نفس لافالور ماتريال ديال الرجاء. نعم واخا تطوان مسموح بهذه اللعابه تلعب على هدف ولا جوج تمشي ليسونسيال ديالها. الرجاء كتخلق بزاف الفرص لان عندها هاد لي بيرفورمانس انديفيديوال ديال الفرقه هما لو بوان فور. تطوان عندها لو بلون تاكتيك ولو بلون كوليكتيف هو لو بلون فور، لان مرات كثيره كتلقى الرجاء كدير لمسه جوج ان سنتر كيتخشى البيت. تطوان اكثر من 10 البيوت 12 بيس كتلقاهم جاو من عندهم 7 8 لمسات مزيان. الان انا كنقول لو كان السي عزيز ربما في الرجاء كان غيكونوا الاهداف اكثر من اللي كاين في تطوان، ومني كتكون في الواف ولا فرقه اخرى كتلعبوا امكانيات اخرى دفاعيه. غنمشي معاك بعيد، شتي تطوان تمشي للدار البيضاء وتنهزم وتكلاسي ثانية راسي ان بيرفورمانس، رغم انها من الاول هي جايه الاولى. بار كونتر الرجاء ما مسموح لهاش تمشي الثانيه، لان الامكانيات اللي موضوعه للرجاء ماشي هي اللي موضوعه للمغرب التطواني وماشي هي اللي موضوعه للمص. عطيتش غير اكزومبل، ولكن انا متاكد على ان غنشوفوا مباراه كبيره. الان كاين حوايج انا هضرت لك على لي ديفيرونس اللي كاين بين الفرق. نعم. الان اكيد انه الفرق بجوج كتوسع اللاعب، كتلعب على التمرير العرضي، كتلعب على التمريرات البينيه، كيلعبوا على ان فوتبول ايطاجي، كيلعبوا على فوتبول ديال لاطاك بلاسي، كيلعبوا على لو كونتر، كيلعبوا على كود بي ار تي، كاين بزاف المتشابهات. مي لا ديفيرونس انديفيديوال كاينه في الرجاء. افضليه للرجاء البيضاوي. انا افضليه من الناحيه التقنيه كنقول لك الفرديه. نعم. ولكن من الناحيه الجماعيه للمغرب التطواني. هذا هو لو بيلون اللي بغيت نعطيك. تفضل. غير في ما تنشاطرش سي فؤاد الراي، لحقاش الا رجعنا من ناحيه ستاتيستيكمون بارلون، واخا لي ستاتيستيك سي اون فورم غافيني دو مونسونج، يعني ضر الرماد في العيون، يعني ما عندهاش شي سي با سينيفيكاتيف. حنا احسن هجوم واحسن دفاع هذا الموسم والموسم الماضي بالاحصائيه. يعني نعم. حنا يمكن لا قلتي ما كتفقش معايا. ما تنتفقش معاك لحقاش قلتي حنا ما تنسجلوش بزاف. ما قلتش ما كنسجلوش بزاف، قلت لك كتخلقوا بزاف الفرص وتسجلوا منهم جوج ثلاثه وما كيخلقوا امينيموم كيسجلوا منهم. هادشي اللي قلت. الاشكاليه ديال التهديف. اما انت دابا راه هجوميا عندك لي بيوت اكثر من تطوان، ودفاعيا عندك انتقال 34 هما عندهم 30 ولا 33 34 هدف تقال عليهم 19 هدف. قلت لك هادشي كاين، ولكن انا قلت بلس 21 بلس 15 سي لا بيرفورمانس انديفيديال كيران. وانما هذا في الرجاء، والدليل هو ان كاع المدربين اللي جاوا الرجاء ايزيتي بوكو بلي بري دان ريزولتا بوزيتيف كو نيجاتيف. اكيد بان المقاومه لافي جابوا زرتي لقى الفرقه دايره دار بها دي ريزولتا. اكيد مي لافي ملي جا العامري راه ما لقاش في الاول. هادشي اللي بغيت نقول لك. دابا المقومات النجاح اكيد بان موجوده اكثر في الرجاء. لكن فيهم بجوج. مي هذوك كيعتمدوا على الكوليكتيف وهذوك كيعتمدوا على الانديفيديوال. حتى تطوان عندها ان بودجي ديالها محترم، عندها مؤسسه قائمه بذاتها، عندها اداره. ماشي كدور 700 مليار بحال تقنيا لا ما نقربوش. ولكن السي فؤاد النقود لا تصنع ربما انديه. النقود زائد النظام. شوف ربما تحصد نتاج الاستقرار على مستوى الجهاز الفني على مستوى المكتب المسير. البلد اللي اقرب لنا هو اسبانيا في لا ليغا. لو شيف دافير جينيري بار ريال مدريد اللي هو اغنى هو 518 مليون اورو. واتليتيكو دو مدريد 120 مليون اورو. الى اين وصلت؟ لا اظن ذلك. كنقول لك راه المغرب التطواني دابا بهذه الامكانيات راه غادا مسلسل معك. داك الشيء اللي انا كنقول هذا من جهه ما اختلفناش في الراي انا وياك. وانما كذلك قيمه اللاعب تتكبر بالمنافسات اللي اكيد اللاعبين ديال الرجاء من بعد المشاركه ديالهم في كوب دي موند كلوب، من بعد الفوز ديالهم الموسم الماضي بلقبين، كذلك القيمه ديالك تتزاد في السوق بحال البورصه، شي طالع شي نازل. صحيح. يعني هذا الشيء المغرب التطواني في الطريق الصحيح باش يكون من اعرق الانديه ومن اكبر الانديه اللي تقول الكلمه ديالها، لحقاش يحافظوا على الاستقرار التقني لان لقوا الرجل المناسب كذلك ومتبعين سياسه تقنيه واضحه المعالم. سنعود.